السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ دلوقتي نعمل مع بعض صينية السمك. ده الماكريل البلدي او الكسكومري السويسي، وهنا معانا 6 طماطميات مبشورين، ده تقريبا هنا 2 كيلو سمك، ومعانا بقدونس، ومعانا بصل مفروم، ومعانا زيت وملح، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة كمون، ونص معلقة شطه. هنبدأ نخلط المكونات، وأول حاجة ضفتها الطماطم، واضيف عليها كمية الملح والفلفل والشطة والكمون. هقلب المكونات كويس، هخلط المكونات كويس، بعد كده هضيف عليها كمية البصل والبقدونس. البصل اللي عندي تقريبا 3 بصلات كبار، والبقدونس دول حزمة ونص بقدونس تقريبا، ربطة ونص. هقلب المكونات كويس. هنا بعد ما خلطت المكونات هبدأ اجيب سمكية واحشيها. هضيف هنا في الصينية شوية زيت، وابدأ ارص السمك اللي انا حشيته. طبعا هنحط السمك عكس بعض علشان ياخد الكمية اللي معايا كلها. هبدأ اضيف الباقي في الجناب كده. ادي بعد ما حشينا السمك كله، الصوص اللي اتبقى معايا بنحطه، طبعا ده بيديله طعم اصلا. هوزع الكميه كلها على الصينيه. احنا بنعملها مع رز ابيض، صينيه السمك بنعملها مع رز ابيض، طبق سلطه بقى، سلطه الطماطم، هضيف عليها شوية الزيت اللي باقيين معايا، دي كوباية الا ربع تقريبا زيت، وعلى الفرن على درجة حرارة عالية. هياخد تقريبا معايا في الفرن ساعة بإذن الله. هنبدأ بسم الله ونعمل شوية رز أبيض معانا لصينية السمك. أول حاجة هضيفها الزيت، سيبه يسخن شوية، وبعد كده هغسل الرز واحطه عليه. الزيت عندي لازم يسخن كويس قبل ما اضيف الرز. هنا الزيت عندي سخن، هبدأ انزل بالرز. هسيبه تحميصة بحيث انه ينزل المية اللي فيه كلها. هبدأ أقلب الرز، طبعا لكل كوباية رز كوباية مية مغلية. الرز الأبيض بتاع السمك بيتعمل بزيت. أقلبه عشان ننزل المية كلها واسيبه.
لكل كوبايه رز معلقه ملح صغيره. هنا كده بانت عندي الرز خلاص ان هي نزلت الميه اللي فيها. هضيف الملح بعد كده اضيف الميه، معلقه الملح الصغيره تكون ممسوحه مش مليانه على الاخر. هنا معايا 3 كوبايات رز، هضيف لهم 3 معالق ملح ممسوحه صغيره ممسوحه. هنا بسم الله دي اول واحده. نجيبه تقليبه قبل ما اضيف الميه. اهم شيء ان الميه تكون مغليه تنزل على الرز. وبانت الرز دلوقتي فلفلت اهي معايا. ابدأ اضيف الميه. لما يتشرب الميه هبدأ احط له شياطه، او لو ما عندكيش شياطه متعوده ان انت تسوي الرز على نار هاديه جدا، بس في الاول لازم يبقى على نار عاليه عشان يتشرب الميه. هغطي الرز. هنا صينيه السمك لسه هي في التسويه، بس ما اقولكوش بقى الريحه. بسم الله ما شاء الله خطيره. خلاص الرز عندي كده اتشرب، هحط الشياطه. الورا الصغيرة. نكمل تسوية. وهنا خلاص الرز كان استوى، وصينية السمك اللي في الفرن خلاص هطلعها دلوقتي هي كمان استوت. ادي صينية السمك لما طلعناها من الفرن، شايفين الجمال والريحة. بسم الله ما شاء الله. جنبهم بقى شوية سلطة وشوية مخلل. نبدأ نحط الأكل. أتمنى ينال أعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ومعانا أحلى طبق سلطة وصينية السمك القمر ورز أبيض ومخلل زيتون.